geldiğiniz zaman burada başladım. Bir problem buldunuz mu yolda yani bu restoran için? Hayır, biz bugün yani Kazablanka'ya geldiğimizde Fas'a girişlerinden bu yana herhangi bir problem yaşamadık. Gayet iyi karşıladılar, gayet talepleri iyi. Hoş bir karşılaşmayla karşılandık yani. Mutluyuz. قال لك احنا فرحانين بزاف وما لقيناش اي صعوبات، بالعكس احنا جينا هنا وفرحوا بينا Yani burada herhangi bir problemin öyle bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum çünkü. قال لك ان شاء الله ما غاديش يكون مشاكل من هنا قدام هكا كنقول انا. Yani bizim menü bütün restoranları kapsıyor. Kapsıyor zaten. Bütün restoranların menüleri var bizde yani. Yok yok bizde. Fırından tut, kebaptan tut, الجروب اللي عنده هنايا كل شيء الوجبات التركية موجودة يعني أي واحد اللي غيجي هنا أي حاجة اللي باغي غيلقاها عندنا إن شاء الله هنايا. Hizmetten sonra? Biz hizmet verdikten sonra insanlar mutlu ayrıldıktan sonra başarı zaten olur. İnşallah لما يجينا الكليان هنا إن شاء الله بالخدمة هيلقى راحته أيوه بالضبط. Sizi meşhur yemeğime götüreyim. Ne? Meşhur yemeğime sizi götüreyim. Geldik andik اللي الأكل ديالي المشهور. Fiyatları. Fiyatları nasıl abi? Fiyatlarımız yani spesiyellerimiz yüksek. Az yani bütün insanların gidip yiyebileceği bir mekan. Yani احنا عندنا متوفر عندنا أي إنسان يقدر. Herkesine uygun. متوفر اي انسان يعني كيف ما كانت حالته غيجي ياكل اي حاجه غيجي تاكل كيف ما باغي الاثمنه كاينين بعد الزاكين فقير غير مدير بشي يوم قال لك ما كاينش الفرق بين الفقير والغني اي واحد يتفضل مرحبا به فقير دابا ريستورانت هي ما كيجيك زاكين دايجيك قال لك في الفقير يجي للريستورانت ياكل ياكل والغني حتى وان شاء الله يجي ياكل اثمنه مناسبه Her insan benim restorantıma yeme şansı vardır. Yani. قال لك الريستوران ديالي اي واحد يقدر يجي ياكل يعني ما عندوش المشكل. Ben bütün insanlara insanlığa hitap ediyorum. قال لي انا اهم حاجه عندي الانسان قيمه الانسان عندي انا. Şimdi sen Fas'ta ne istiyorsun? Ona talep istersen mesela. Ben Fas'ta herhangi bir şey istemiyorum. Zaten Fas kendisi bu lezzeti tatmak için gelecek. قال لك انا ان شاء الله ما باغي والو ان شاء الله الاكل ديالنا المذاق الاكل ديالنا هما ان شاء الله غيجوا عندنا وحنا غنضيفوهم احسن ضياف ان شاء الله قال لك وحنا غنخدموهم بعينينا ان شاء الله كاش كيشي سنين يندا تشارش هذا شمدي شو انا 20 تاع تركيا يندا تشارش 20 تاع ترك مطفا مارلق تركتر 40 تاع ده فاصل تشارش دا الاجاز يعني برده اليمان قال لك عندي دابا 20 واحد تركي في المطبخ شغالين ومنهم فيه ايكيب فاصلة مغاربة ولكن فوق عندي 40 مغربي خدامين معنا وفادا فاصلة جنشتري almışım şu anda 20 yaşlarında onlara da eğitim veriyorum قال لك وخديت دراري مغاربة 18 20 سنة باش نعلمهم الخدمة هذه كيفاش غيخدموها هنا في المغرب ان شاء الله يعني بي اوكل مطفاي بي اوكل olarak düşünüyorum burada evet. Faslı gençlere bir eğitim vereceğim ve inşallah onlar da iyi bir şef çıkarlar hepsi. İnşallah. Galik ana matbah التالي ديالي دايروا بحال شي مدرسه ان شاء الله الجيل هذا اللي خدام معايا 18 ل 20 سنه غيولوا شفاء كبار ان شاء الله. Yani bu mesleği burada en azından onlara öğretmek. قال لك الهدف ديالي ان هذه الصنعه حتى هم يتعلموها باش يخدموا بها من هنا لقدام. Zaten meslek var, gençleri yetiştirmek zorundayız. Gelik hal şebab, başın lahgu min mustawa diyal tabak, başım şu ya. Neden onlar Türkiye'ye gelip çalışmasınlar ki? Gelik علاش انا غنمشي نجيبهم انا من تركيا وغيخدموا انا يكون هنا مغاربه neden başka bir ülkeye gidip ustalık yapmasınlar onlardan قال علاش انا ما يكونش المغربي هنا يكون هو كيخدم كيطيب الاكل التركي علاش نجيبو احنا من تركيا هو خاصو يكون عندنا هنا في البلاد يعني بلونو سوري içinde Her senede en kötü nereden bakarsan 100 tane usta yani gençleri alıp eğitip önlerini açacağım onların. Faslı gençleri. قال لك ان شاء الله ممكن يكون في العام 100 واحد نقدر انا نخدم معاه هو اللي شاف كبير ان شاء الله. ان شاء الله. وندر ابي مثلا؟ كريش كباب. قال لك هذا الكباب ديال السيف. هذا كباب سيف. قال لك هذه خاصة مترو ديال الكباب فيها مترو ديال الكباب كريش كباب قال لك هذه عندها اسمين مترو ومترو كباب وسيف ديال الكباب كباب السيف مثلا افندم اتشلشتا 20 30 متر قال لك في ان شاء الله في الاستفتاح غندير بحال هذا 30 مترو
في الفتح ان شاء الله، في الاستفتاح ان شاء الله. ان شاء الله. باشا ابي. السلام عليكم. ben Şeref Güler. Bursa'da iş adamıyım. Otel, düğün salonları ve restoran işletmecisiyim. Kazablanka'ya geldik. Burada güzel bir restoran açmaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız. Benim ortağım var aynı zamanda. Benim yeğenim Mahmut Babur. Onunla beraber açıyoruz. Şef sahibi de özellikle Küveyt'ten getirdik buraya. Başarılı olmaya çalışacağız inşallah. Bizim restoranımız yaklaşık 300 kişiliktir. Tamam. Şef Seyami ve kadrosu 20 kişiler. Hizmet bölümünde de garson, şef garsonlarla beraber toplam 40 kişi çalışacak. طبعا استاذ شرف راجل اعمال ساكن في بورصه، عنده اوتيلات، عنده صاله افراح. جاء المغرب كيفكر يدير شي حاجه، فتحوا الريستورانت هذه. هو مدير الريستورانت الرسمي، وعنده ولد اخته استاذ محمود، وفتحوا هنا الريستورانت. قال لك ان شاء الله من هنا لقدام غتكون شي حاجه، وجبنا شاف متطور في الماكلة، في الاكل دياله، هو شاف سيامي، جابه خصيصا من الكويت. والعمال طبعا بحال ما قال لكم قبيله شاف سيامي، العمال اللي كاينين هنا الاتراك 20 شخص، والفوق 20 مغربي شغالين سربايين ان شاء الله. كازابلانكا جوزيل بي شيريمس. بس بلا خدمه المكتب ممنيت يعرف. قال لك كازابلانكا جوزيل بلاصه زوينه، وحنا نديروا مجهودنا في الاكل. بس ابو امكان السنان طاير. قال لكم نشكركم انتم الجوج على المقابله هذه اللي جيتونا تواضعتوا وجيتونا عندنا. قال لكم كنبغيكم بزاف. مرحبا بك. مرحبا بكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.